السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بعدين حضرتك كنت عايز أسأل سؤال كده خاص بس بتلاوات قرآن كريم. اتفضل. في شباب بيعملوا قنوات على اليوتيوب وبيقوموا ينزلوا عليها تلاوات لهم وبيتكسبوا من القنوات دي، يعني قناة اليوتيوب اصلا بتكسبهم فلوس، هل المكاسب دي حرام ولا حلال؟ هل ينشرون خيرا او ينشرون فسادا؟ هم ينشرون القرآن الكريم، ولكن قنوات اليوتيوب يعني هو قرآن، مجرد تلاوات قرآن كريم، ولكن القنوات دي يعني بتعود عليهم بعد كده من المشاهدات بمبالغ مادية. لا بس في جزئية، اليوتيوب على ما عندي من العلم لا يعطي أموالا لأي شخص تكثر مشاهداته، إنما يعطي بناء على إعلانات سينزلها على الموقع. أيوة فعلا، فالإعلانات المعظم بيبقى سبب الإعلانات الربح، يعني ما هو لازم كده. إذا كانت الإعلانات هذه طيبة لا بأس، فلوس حلال. إذا كانت إعلانات قذرة حرام. حرام. ما انت عرفت السبب ولا مش فاهم؟ تصدق وخلاص. انا عرفت السبب، بس في اشكاليه صغيره كده. ايه هي الاشكاليه؟ اللي هو يعني هم لو انا عملت قناه مثلا بغرض ان انا انزل على تلاوات قران وفيها اعلانات يوتيوب مباحه، فهل لو جالي مبلغ منها حلال عادي؟ حلال لو كان حلال، لكن لو اعلانات مش مباحه لا. طب كده مش يبقى حرام ان انا باخد اجر على قراءة القرآن؟ لا 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 ليس اجر. جزاك الله خيرا يا شيخ. حفظك الله يا دكتورة ليلى، حفظك الله يا عبد الجواد، وعليك السلام يا كمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب اتفضل. عمرك على طاعتك يا رب وإياك. اتفضل حضرتك. انا سواق بسافر شاحنه كبيره، بسافر بره مصر، وبيتوفر معايا سولار من العربيه، ف من باب قطم مطعمك ففي فلوس، يعني ببيع السولار ده يا شيخ وبرجع مصر بحط مكانه في العربيه، يعني انا ما باخدش حاجه من العربيه، بس بكسب من بيعته. فهل ده، هل الفلوس دي يعني حلال ولا حرام؟ يعني صاحب العربية بيتضرر بأي صورة من صور التضرر؟ لا هو ما بيتضررش، أنا بشتري 100 رتل بحط مكانهم 100 رتل نفس المواصفات، أربح من البيع فرق العملة، أو من البلد للبلد، يعني مثلا بيبقى غالي في بلد وببيعه وبرجع أحطه في مصر مثلا، بس باخد المكسب. ما فيش مشكلة، ما دام صاحب السيارة لا يظلم خلاص. لا بدون ظلم ما فيش مشكلة. بدون ظلم ما فيش مشكلة.
طب يعني ممكن يبقى عنده علم ولا ممكن ما يبقاش عنده علم يعني؟ والله يعني إذا عنده علم يبقى أحسن، لكن ليس باللازم. يعني ليس باللازم. أوه، لكن لو عنده علم يكون أفضل بلا شك. شكرا، بارك الله فيك يا الله شيخ، على يكرمك، طعمك. الله يكرمك. السلام عليكم. ما يبقاش عنده علم يعني. والله يعني إذا السلام عليكم. ما يبقى أحسن لك ليس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إن أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أودعك الله يا شيخ. تفضل يا حبيبي. أودعك الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ بعد إذن حضرتك كده، يعني كان في واحد عنده 40 قيراط ملكه، ماشي، وعنده بيت وعنده زوجة وولد وبنتين. هو بيقول دلوقتي 40 قيراط الحج في حق واجب ولا لأ؟ 40 قيراط ولد وبنتين وزوج، وهو يعني بيصرف، هو موظف مدرس يعني، ويعيش كيف يعيش؟ والله رايح على الأيادي الجاي كده يعني، عيشة متوسطة. لا يلزم ببيع الأرض. يعني لا يبيع لا يلزم ببيع الأرض. ذهب للحج. ماشي، جزاك الله خير. السلام عليكم. ألو. ماشي، جزاك الله خير. السلام عليكم. ألو. أنا لن أرد على ألو. ألو ألو. السلام عليكم، نرد نقول عليكم السلام. كنت بسأل، معلش، أنا كنت من 13 يوم أو مش 13 يوم يعني، كنت حائض، وبعدين بعدها ب 12 يوم أو 11 يوم برضو نزل عليا دم وبقيت حائض تاني. فأنا كنت قريت إنه أقل مدة الطهر بين الحيضتين 13 يوم، فأنا كنت تقريبا في اليوم ال 13 أو خليني لو سمحت ما تخبرينيش بقراءاتك، قراءاتك غلط بجد يعني. أنا حائض عادي ولا أصلي؟ يعني أخد إيه؟ أنا أسألك سؤال، أنت حيضتي الآن، حيضاتك الشهرية كم يوم في الشهر؟ أنا المفروض بتبقى عندي يعني 7 أيام، آخرها 7 أو 8 يعني. وبعد كده تأتي بعد كم يوم بعد ما تطهري؟ المفروض إنها بتيجي شهرية. بعد يعني ممكن هي كانت بتتأخر يعني، كانت ممكن تيجي بعدها ب 30 يوم ب 40 يوم كده. حصلت لك أشياء يعني نفسية أو اضطرابات بدنية؟ طب ممكن تسأل الطبيبة، لأن الآن الاتجاه إلى أنه ليس بدم حيض اتجاه قوي. بس هو أنا عندي، لأ هو دم حيض يعني، هو شبه دم الحيض بالظبط، ونازل بقاله يعني النهاردة، نازل امبارح والنهاردة، وشبه دم الحيض بالظبط. خلاص هو دم حيض. خلاص ابني على كده. خلاص يعني كده؟ ما دام أنت تقولي دم حيض هقول لك ابني على أنه حيض. لانه هو فعلا شبه دم الحيض. خلاص ما فيش مشكله، انتهى الامر. حاجه تانية؟ لا شكرا. الله يكرمك. يحيى بن محمد بن الحارمه، جزاك الله خير يا يحيى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. من فضلك يا شيخ، انا دلوقتي داخل على ثالثه ثانوي. ومفروض ان انا من المنصوره يعني، وبقالي فتره يعني داخل بحاول على طريق الالتزام او كده يعني، بس والدي بيحاربني في الموضوع ده شويه. واللي حاصل ان في مدرسه معروفه ان معروفه بالغش يعني عموما، والدي عايز يوديني فيها، وانا بقول يعني بقول لا او كده، فبقول لي لا، هو المفروض ان الناس كلها دلوقتي يعني. ابوك يريد ادخالك مدرسه النجاح فيها مبني على الغش، وانت أيوه. ترفض ذلك عشان هل اذا رفضت ذلك يعني. هل اذا رفضت ذلك يكون عقوقا؟ ليس بعقوق. شكرا ياسر محمد علي، وجزاك الله مثله لك بمثل. السلام عليكم. علياء. السلام عليكم. عليكم السلام ابو علياء، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل سؤال يا مولانا؟ ممكن.
حضرتك لو بسبب الاحوال موضوع التاشيرات والبتاع ورحنا السعوديه وتخطيت لمكان الميقات بالاحرام بدون احرام، اهللت ام لم تهل؟ ان شاء الله الا قبل الميقات وتمام، او في الميقات اهل بس مش بدون ملابس الاحرام. عليك اطعام ستة مساكين او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام. على الخيار، التلاتة على الخيار. على الخيار. جزاكم الله خيرا. وياك الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك سؤال يعني كده في الورش وحاجات زي كده، ممكن؟ ممكن. طيب حضرتك، انا مطلقه وكنت طالعه بولد وبنت صغيرين. وكان ابويا ما قال لي شقه هنا يعني في الدور الثاني هنا. فالمهم عشان خاطر ظروفي وكده فايه؟ قال لي هديك الشقه بتاعت الدور الثاني. هو مش كانت كامله، كانت بس واقفه على الحيط، وانا ايه؟ انا بشتغل موظفه اصلا يعني. فالمهم كملتها لحد ما كملتها كلها بقى من كهرباء وميه وكده، وكان هو مات يعني مات، وانا بقى ايه كملت الشقه وربيت عيالي معايا وكده. المهم ظهر طليق فيال للعيال وكده ومش عارف ايه، وابتدى يعني ايه يجذبهم ناحيته وكده، وكل مثلا لما اربيهم ولا اعمل فيهم ولا ابوهم يعلمهم الصح والغلط ابوهم ايه استنى الزواج. المهم يعني لغايه دلوقتي ايه هم ابتدوا يروحوا له وكده ويعرفوه، وسابوني دلوقتي، واني ايه عايشه دلوقتي لوحدي من هم مش معايا. الله خير. ادي عليها مشاكل يعني اهلي طمعانين فيها وكده يعني. طيب المهم انا دلوقتي بفكر حضرتك، طبعا ما دام هم يعني مش معايا وكده ومش بيدافعوا معايا عن الشقه، فانا عايزه يعني ايه اكتب الشقه دي لاهل الخير يعني، وكل ما امتلك. لا لا لا، بحيث ان هم مش يطولوا حاجه يعني، قصدي ان هو مش يطولوا حاجه العيال دي. انا اقول لك ايه حضرتك؟ لا 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 تفعلي، اتركي نقول اتركي الامر على ما هو. ممكن توصي بثلث التركه، ممكن تكتبي وصيه بثلث التركه لاي جمعيه. الله يكرمك. لو عملتها كلها طب ما هم العيال دول معلش ما يستاهلوش، مش طمر فيهم اللي انا عملته معاهم معلش معلش معلش، رغم كده بيدوسوا عليا ومش بيعرفوني دلوقتي اهو. يعني انا بعلمهم الصح والغلط وبشد عليهم، انا بعترف ان انا بشد عليهم بس دي مش يخليهم ان هم ينجذبوا لابوهم. خلاص امسكي عليك بعض مالك وخير لك، ما تعرفيش الظروف. اكتبي يعني اكتبي ثلث التركه. ثلث التركه وصيه. انا بص حضرتك، انا عايز اكتب يعني قبل ما اموت واجهزها، ان انا لما اموت ابقى كل اللي انا امتلكه حتى الفرش اللي في الشقه وكله يكون. لا لا تغالي الان، احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. مش فاهم حضرتك يعني. يعني هوني شويه في الكراهيه، ممكن ربنا يهديهم ويصلحهم. لا ما انا عارفه الصلح. السلام عليكم يا اختي. يا الله، شاوروهم وخلفوهم واللي مش فاهم يعني. يهديكم الله يصلح بالكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. لله الحمد. في شخص شيخ مصطفى عايز يشتغل في شركة اسمها تساهيل، اللي هي بتاعة التمويل العقاري وشركة تمويل عامة يعني. الشركه دي طبعا بتمول المشروعات الصغيره والحاجات اللي زي كده، هو هيشتغل فيها زي مندوب يروح يعرض على المشروعات الصغيره دي. لا يجوز، يساعد على الربا ويساعد على الاسم والعدوان. احسن الله اليك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ. اسال يا حبيبي. السؤال الأول هو، أنا كنت مرة صليت العصر في البيت. ها؟ صليت العصر، صلاة العصر منفردا يعني في المنزل. صليت العصر منفردا في المسجد، وبعد؟ في المنزل. في المنزل. بعدها نزلت لقيت يعني صحابي بيصلوا في جماعة، فدخلت معاهم صليت العصر تاني في جماعة. أيوة. هل كده علي ذنب إن أنا؟ لا لا، ما عليك ذنب. ما عليك ذنب. يعني الصلاة صحيحة؟ ها؟ الصلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة. طيب السؤال الثاني، هل يجوز ان انا اقول ان كل الشيعة كفار ولا لا؟ لا لا، في تفصيل لابد. تمام، شكرا شكرا. الله يكرمك.
يا أخي رمزي أبو مصطفى، إذا كانت أيام التشريق يعني اترك سامي الثالث عشر وصم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شئت صمت السادس عشر ما في مشكلة. لكن أنت تقول من الشهيد الذي مات اليوم يا أو الذي استشهد اليوم يا رمزي؟ من هو؟ ما عرفنا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كنت عايز استفسر شيخنا، عايز يعني افتح محل ملابس اطفال. طيب. وملابس الاطفال يعني المعظم بتاعها بيبقى عليها صور مجسمات وذات ارواح يعني. الصور الواضحة لا تشتريها. الصور التي هي مشوهة او سموها سموها ايه الناس؟ يعني على اسم يعني لو بعت الحاجات. لا لو 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 صور واضحة تمام الوضوح لا تشتغل فيها. لا يعني مثلا قطط كلاب واضحة، ايضا كل ذوات الارواح الواضحة ابتعد عنها. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. كرتون ايوه نعم تفضل كرتون لا بأس. سنت. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك يا شيخ مصطفى، كنت عايز أعرف شروط الدعوة إيه هي؟ شروط الدعوة إلى الله يعني. ما لها شروط يا أختي، بس تكوني عارفة الشيء الذي تدعين إليه، الشيء متقنة للمادة. أنت تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية. فرب مبلغ أوعى من سامع. إذا قلت للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، مبلغة عن الله، مبلغة عن الله سبحانه وتعالى. أنا أقصد دعوة غير المسلمين أصلا. ما لها شروط أيضا؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أمين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. تكون عارف إيه الموضوع اللي أنت تركز عليه، ركزي في الدعوة على التوحيد والسمع والطاعة لله سبحانه أولا. انحلت العقدة الأولى عقدة الشرك والكفر فانحلت معها كل العقد، فركزوا على التوحيد. أسماء الله وصفاته مثلا. نعم. أسماء الله وصفاته. بس القدر الذي يفهموه. أنت ما تركز على أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، والأوامر كلها من الله والنواهي كلها من عند الله. نسمع ونطيع لربنا، لنا مرد واحد، نتوجه بأعمالنا وعباداتنا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كوني فاهمة الأصول، وإن في يوم آخر، وإننا نؤمن بالرسل كلهم وبالكتب التي أنزلها الله جميعها، ونؤمن بأن الأمور قدرها الله، ونؤمن بأن لله ملائكة. ركزي معهم على الأصول، لا تدخلي معهم في الفرعيات في الأول. لكن يجب أن أنا أكون حافظ القرآن بالكامل ولا علم الحديث؟ لا 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 لا, لا. الصحابة أكثرهم ما كان حافظ القرآن يا أختي. جزاكم الله خيرا. وعليك الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمير الزيات مرحبا يا شيخ عبد الوهاب عبد الهادي البسوني حبيبك الله. السلام عليكم. وعليكم. طيب والحمد لله. شيخنا معلش انا في موضوع شاغلني جدا، ما بتناقش فيه مع الناس، بحس ان انا رايي مختلف عن الناس كلها. دلوقتي لو انا ابني مثلا عايز يطلع لعيب كوره، انا بتناقش معاه بقول له يا ابني حبيبي انا عايزك تقابل ربنا بمهنه تتكلم فيها، تقول له يا رب انا كنت مثلا شغال مهندس دكتور. انما لما تيجي تقول له كنت لعيب كوره زي فلان او علان مكان اسمه، هتقول له انا كنت بقى باخد فلوس منين؟ باخد فلوس من الكوره ويعني مالي كله من الكوره وكنت عايش لعيب كوره. هل دي حاجه يا شيخنا؟ انا كده انسان مصارف فكري وانا صح؟ لا 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 انت صح، بس انت شكلك متعصب شويه، اهدى شويه. يعني نرجو ان تخاطب الابن بهدوء شويه. اقول لك كلامك صح؟ تمام يعني يا فندم. بس يقول لك ايه؟ ده فلان خلاص عرفت الموضوع وجاوبناك عليه خلاص. شيخنا معلش ناخد سؤال تاني بس انا اسف. دلوقتي يا فندم لو الزوجه اي زوجه حبت تسافر عندها فلوس تعمل كويسه جدا لكنها هتسافر بدون محرم، هل ده حلال ولا حرام؟ هتسافر ليه؟ للعمل. يعني تشتغل ايه؟ تعمل ايه؟
في المجال الطبي، في المجال الطبي يعني تروح ممرضه في الخليج مثلا، مثلا هل ده فندم بدون محرم، هل ده حلال؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. شكرا يا شيخ. التمريض صعبة شوية، لازم تحافظ عليها كل يوم نبطشية مع طبيب في الليل، حرام يعني الكلام ده. الخلوة في خلوة محرمة تتأتى في كثير من الأماكن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل تفضل. الله يحفظكم يا رب دايما كده بخير. شيخنا الفاضل، انا بكلمك من خارج مصر، بكلمك من السعوديه. كان بس عندي موقف كده، وبرضه يعني بعد استخاره ربنا وكده، وقلت برضه استشير حضرتك يعني. فانا عايز اعرف. اتفضل يا حبيبي. دلوقتي حضرتك انا متجوز وعندي طفلين، وسافر السعوديه دلوقتي يعني عديت الاربع سنين. سافرت السعودية منذ أربع سنوات وبعد. فزوجتي لحد دلوقتي رفضا لها تيجي زيارة، مع إن العائد بتاعها عائلي بزوجة وطفلين. وطول الفترة دي كنت أنا بنزل. ما سبب رفض الزوجة المجيء للزيارة مع إن الزوجة تسعد بذلك؟ ما سبب الرفض؟ سبب الرفض إنها هي شغالة في مصر. بدون ذكر شغاله في ايه، ولكن يعني تعبت بشتى السبل يعني طول الاربع سنين انها حتى تاكل اجازه تيجي مرات اسبوع. يعني هي شغاله ترفض المجيء حتى لا يتعطل عملها ولا ايه بالضبط؟ بالضبط. يعني هي رافضه المجيء علشان ما تسيبش شغلها. وبالمقابل من ناحيتي بعيد على نفسي وبنزل الزيارات، يعني لدرجه ان السنه اللي فاتت وجدت لي اربع مرات او خمس مرات. طيب والسؤال ايه بالضبط الان؟ يعني عرفنا الموضوع، ما السؤال؟ السؤال دلوقتي حضرتك، علشان برضو الموضوع كده زاد عن حده، وانا لوحدي وبعد شبابي، وبرضو مأمورها بحيث انها تيجي ورافضه. والسؤال ما زال، ما المطلوب؟ ما السؤال؟ اوجز. السؤال دلوقتي، هل يحق لي ان انا اشوف زوجه ثانيه؟ من غير اي مشاكل يحق لك تشوف زوجه ثانيه؟ اي واحد اباح الله الزوجه الثانيه والثالثه والرابعه، سواء في مشاكل او ما فيش مشاكل، سواء انت مسافر او لسه مسافر. يعني علشان برضه حته لا تدعوها في المعلقه، او ما هي اللي معلقه نفسها رافضه تيجي. هي فعلا رافضه تيجي. السلام عليكم. مرحبا شيخ عصام. يا سما بنت عيسى لا تثبطي عن الدعوه الى الله يا سما بنت عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عايز اسال يعني واحد التركه ابوه مات، يعني عايز ياخد نصيبه من التركه، التركه ارض يعني، عايز ياخد جدار فلوس ذهب. ابوه مات ذهب، ولا ياخد يعني فلوس وبعدين يشتري ذهب. ابوه مات. نعم. كل جائز بالتراضي، كل جائز بالتراضي. نعم في تراضي. خلاص لا بأس. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عايز اعرف شيخ حضرتك حكم العمل في البريد المصري. حبيبي ارفع صوتك شويه كده لا تتمارض. كنت عايز اعرف حكم العمل في البريد المصري. الاصل انه حلال، وما يختص بالشيء المحرم كالربا اتقي قدر الاستطاعة، إن غلبت فلا إثم عليك، لكن الأصل في العمل في البريد الحل. تمام. طب والبنوك؟ إذا كنت تعمل في الربا يحرم عليك العمل في الربا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، تسأل عن الصلاة أثناء السفر. إيه؟ الصلاة أثناء السفر. الصلاة أثناء السفر؟ كان أخي في أمريكا وقت العصر. إيه؟ لما سافر في اتجاه الشرق، لم تغرب الشمس. فلما وصل كان يوم بعده بيوم ولم تغرب الشمس، فهل يصلي المغرب اليوم السابق أم لا؟
طبعا يصليه، يقدر له قدره، ولا في يصليه يا اخي الكريم. بارك الله فيك يا محمد بن احمد بن عبد المقصود، ما العلم ان المقصود ليس من اسماء الله الحسنى يا عبد الله بن احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. اسمك شيخنا. الحمد لله. الله يخليك يا رب. لو سمحت شيخ، كان عندي سؤال. زوجتي كان عندها بنطلون، والبنطلون ده يعني كان ضيق بس كان بتلبس عليه حاجات طويله جدا، يعني لحد مثلا ايه تحت نص الركبه كده. فهي قررت ان هي ما تلبسش البناطيل تاني، ودت البنطلون ده لحد. فبعد كده اكتشفت لقيت الحد اللي هي اديته البنطلون ده بيلبسه على يعني ايه، وبقى ملفت عليها. فهي مش عارفه يعني تقول لها ازاي او ترجع منها البنطلون تاني. الموضوع بقى محرج بالنسبه لها. فايه العمل يا شيخنا؟ قول لها هات البنطلون وانا اجيب لك بنطلون تاني واسع احسن منه، بس حتى لا اتحمل اسم. يعني هذا الشيخ تحمل الوزر صح؟ حتى لو لا 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 ما نستطيع ان نقول انها موزوره، ما نستطيع، لكن هي كانت مجتهده، والاجتهاد يعني ما اتى اكله. فبس تعالج المساله، ان كان الله وسع عليكم تقول لها بنطلون جديد طيب، ولا تعطي الواحده تلبسه في البيت لزوجها. وفقك الله، وفقك الله يا القارئ أيمن أم براء. وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله مصطفى عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يسلمك. إيه لسعك يا فضيلة الشيخ، أنا اشتريت شقة من شركة وبعتها وكسبت فيها. فأحد الإخوة سألني فقلت له والله فيها مكسب وكذا كذا، فإيه فطلب مني إن أنا أساعده في إن هو يشتري. طيب. تمام. ويعني تعبت معانا، انا اشتريت يعني رحت مره واثنين وثلاثه، يعني الشراء ما بقاش من اول مره. فبعد ما اشتريت له هو بيقول لي تعبك كام؟ قلت له والله اللي انت شايفه. فالمهم انا قدرت اعبي ب 5000 واداهم لي. فهو لما اشترى عرف ان الشركه ادتني من عندها عموله خصم على شقتي انا. ايوه. هل من حقه ان هو يطلب الخصم بتاعي؟ مع ان انا يعني ايه الخصم اللي اخدته من الشركه هو في كل حال من الاحوال ما كانش هينفع انه ياخده. الشركه عامله الخصم ده اسمه جواب ترشيح، مين اللي رشح لك ان انت تشتري في المكان ده؟ فقالوا له ايه اللي رشح هو اللي بياخد خصم من الشركه، انما صاحب الشقه اللي انا اشتريتها له هو بكل حال من الاحوال ما كانش ينفع ياخده. خلاص طيب. ليس له شيء. نعم يا فضل الشيخ. ليس له شيء. تمام شكرا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أهلا بك يا شيخ. الحمد لله. الله يسلمك. حضرتك أنا كنت عايزة بس آخد رأي حضرتك. والدة زوجي هي تقيم معنا. ارفع الصوت شوية لو سمحت، الناس لا يسمعون. والدة زوجي بتقيم معنا. حماتك نعم. إيه؟ والدة زوجي. أيوه الحماة. تقيم معي، أيوه حمادي. تقيم معي. أيه. انا وشركتي اللي هي يعني معايا في نفس البيت. أيه. في الشقه ولا في البيت؟ في الشقه، في نفس الشقه. يعني حماتك معاك؟ هي مسنه، فبقت مش عارفه تقعد في شقه لوحدها، يعني فبقت تقعد معايا ومع شركتي اللي فوق. طيب والسؤال؟ والدتي انا كمان بقت يعني هي برضو مسنه. أيه. بتبقى عايزه مثلا تيجي تقعد عندي شهر، خلال السنه كلها بتقيم معي شهر واحد فقط. فبطلب من زوجي ان هو يعني يخلي والدته ما تنزلش الشهر ده، لان بيبقى مشقة عليا جدا ان انا اكون اقدر ان انا ابقى معاها ومع والدتي. هل انا كده مخطئة في شيء يعني؟ لا مش مخطئة، بس لا تستطيع ان تلزميني بذلك. انت ليك اخوة ذكور؟ لو هي مثلا لو والدتي ملهاش مكان غير عندي، يعني هي عندي انا واختي فقط. ملكوش يعني ماما مسن، يعني والدتي مسنة. ملكوش اخ ذكر يعني؟ نعم. ليك اخ ولد؟ لا ماليش. ولا لك اب؟ ولا لي اب. ولا لها اخوه هي؟ لا ليها اخوات يعني برضه مسنين، يعني هي احنا الملزمين بيها فقط يعني. خلاص هلا بالحسن مع الزوج. ما تغيرش الحركه تماما يعني. الدكتور حتى اللي طلب انها تغير مكان يعني.
خليها يعني حلوا المسألة بالحسنى مع الزوج، لا تتشححوا. الله يسلمك. الله يعني من لا يرحم لا يرحم. والله بس أنا لا على فكرة يعني أنا أيوة بلغي السلام كده. أنا بعزاه وكل حاجة، بس يعني أنا برضو عايزة لوالدتي الحق اللي هي يعني إن أنا دي حقها يعني. الله يجازيك كل خير ويجازي زوجك كل خير وتوصي. يعني حضرتك برضه ما عايزاك توصيه وصيه برضه، يعني هو يقدر ان هو يخلي وصيه. بقول لك وصيه بلغيه السلام وقولي له قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاونوا على البر والتقوى، عفوا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قال عليه الصلاه والسلام من لا يرحم لا يرحم، وغدا تصير الى ما صارت اليه هذه العجوز. جزاك الله خير. الله يتولانا يا رب بإذن أن نرد الأرض العمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الأخبار ماشية تمام؟ الحمد لله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. لو سمحت يا شيخ معي سؤال. سل. مع بيتنا ثلاث ادوار تمام؟ بيتكم ثلاث طوابق. تمام. بيتي انا بنيته على حسابي وكذلك اخويا. في حاله المراس يا شيخ هنا البيت اتقسم على البيت كله ولا في الارض بس مثلا بتاعت الوالد هي تتقسم على الثلاثة؟ قاعد كده الله يفضل. بيتنا ثلاث ادوار. الله يبارك. ايوه. شقتي انا بنيتها على حسابي الخاص. دور كام؟ الدور الثاني. الثاني. طيب. الثالث. سؤال. ألم تستفد أنت من بنائها على الأرضية؟ نعم استفدت. ايوه اذا تدفع قيمة الاستفادة. وبعد رحت انا بنيت البيت وصبيته، اخويا بنى فوقية. تقول الشقة مش البيت. تمام الشقة بنيتها وصبيتها واخويا بنى فوق البيت بتاعه وبنى. شقتك في اي طابق؟ الدور الاول علوي. واخوك؟ ثاني علوي. وبعد السؤال ايه؟ السؤال يا شيخ انا معايا اختين واخ يعني ثلاث رجاله تمام؟ تمام. هنا يا شيخ هنا في حاله المراس الوالد على قيد الحياه؟ نعم. وبعدين؟ في حاله المراس اخواتي ليهم في الشقه اللي انا بنيتها على حسابي ولا بتتحسب الارضيه بس اللي هم ليهم فيها او لهم في الارضيه؟ يعني ما لهمش في البيت اللي انا بنيته على حسابي صح كده؟ لهم في ارضيته. انت مستفيد. انت تمام استفدت الارض التي هي السقف الذي بنيت عليه. تمام. فده يقدر يعني افترض ان البيت 100 متر مثلا، افترض ان البيت 100 متر تمام وعليه اربع طوابق، فيكون كل طابق 25 متر، تدفع ثمن 25 متر تضع في صندوق التركة وبعدها تقسم عليكم للذكر مثل حظ الأنثيين وتقوم الاستفادة. يعني تفضل يا شيخ. خلاص الاستفادة ان ابوك ما اخذش منك ايجار هذا السقف، خلاص رجع للوالد الله يحفظه. جزاكم الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة كده. اتفضل. دلوقتي أنا عندي بنتي عاوز أدخلها حضانة في المنطقة عندي. حضانة كويسة بس هم مقرين قانون قديم. هو صاحبي اللي هو صاحب الحضانة صاحبي يعني فبيقول لي أنا بشتكي منهم عشان مش بيرموا له يعني بيدوا له فلوس قليلة وقانون قديم. فهل لها علاقه بالمساله دي ادخلها الحضانه عادي ولا ماليش دعوه ولا ايه؟ لك ان تدخلها ولك ان تتواصل معه. ادخل انا لن ادخلها لانكم ظلمه. تنهي عن المنكر. مش بيستجيبوا لان هو كلمهم. ماذا اصنع؟ هل يجوز لي ان انا ادخل بنتي الحضانه ديت؟
يجوز. طيب يا شيخنا السؤال التاني بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي لو بشتغل في العطور وكده يعني، ففي نوع من انواع الكحول اسمه الايز بروبيل، قرات في النت ان هو انا ماني شوف اسمع بس يعني هذا العطر الذي تتكلم عليه، اذا انا اخذته هكذا وشربته اسكر او اتسمم؟ لا طبعا اتسمم، بس انا بستخدم الكحول. اسكت بس علي بس اسمع. اتسمم طبعا لان الزيت الخام نفسه بيسمم. اصبر بس علينا، يعني انت مقرني انك لا تسكر بل تتسمم. ايوه. اذا خرجنا من دائرة كونه خمر. طب سؤال يا شيخنا، انا الكحول نفسه لوحده من غير زيت خام انا بستخدمه لوحدي، بغسل بايدي مثلا، بيجي على هدومي. نفس الشيء اسألك سؤال، هل هذا الكحول الذي انت تصب على يدك تغسل بيدك اذا انت شربته تسكر او تتسمم ايضا؟ بعض يعني اللي هو الاسيل الطبي بعض يا اخي، من الاسيل الطبي والدخل لي في متاهة، اسمع كلامي بس افهم كلامي. انا ما انا مامور بمثيلي ولا اسيلي ولا كتخاريف من بتاعتك دي، ماليش دخل فيها. انا بسأل سؤال دلوقتي، اذا انا شربته ساسكر، حرام قليله وكثيره، اذا شربته ساتسمم، اذا ليس بحرام الا اذا كنت ساتسمم. ما الرسول قل ان امه اميه لا نكتب ولا نحسب، ما في مثيلي ولا اسيلي في التوصيف الشرعي يسكر او لا يسكر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصنع شرابا باليمن من العسل يقال له البتعة، حرام هو؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو مسكر هو؟ فأجابوا فقال كل شراب أسكر فهو حرام. فإحنا أمة أمية مش مطالبين بالتحليل في 5% في 10% مالي في هذا. النهاية هل هذا المشروب يسكر؟ إذا كان يسكر قليله أو كثيره يحرم، إذا كان لا يسكر حلال. فأنا أسأل الأخ هل هو مسمم أو مسكر؟ فما يدخلنيش في المثيل ولا الإثيل ولا هذا الكلام باختصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فاضل. أتفضل. الله يحفظك. أحب حضرتك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك انا بدات طلب العلم على ايد واحد من مشايخنا وجاي اطلب من حضرتك النصيحه والتوفيق. تفضل، ما السؤال؟ ادعوا لنا بالتوفيق يعني حضرتك. الله يكتب لك التوفيق والسداد يا رب. السؤال الثاني حضرتك، هو كنت في رمضان كنت ان الشيخ محمد حسين يعقوب كان مريض دلوقتي حضرتك عايز توصل له. الشيخ محمد حسين يعقوب كنت سمعت ان هو في رمضان كان مريض. الله يعافيه. في اخبار تانية؟ وايه؟ هل هو بقى برق يعني الحمد لله ولا؟ والله الحمد لله، بس كان رجله بعافيه شويه، الله يتمم عليه العافيه والشفاء يا رب. يا رب ومرضى المسلمين جميعا يا رب. امين. يقول هل يجوز الاقتراض الربوي لشغل المقاولات لان هناك مستخلصات متاخره والشغل محتاج يكمل؟ عشان مواد التسليم لا يجوز إلا للضرورات، قدرها، كل يقدر ضرورته وسيسأل كل أمام الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت، هو أنا حصل ما بيني وبين زوجي خلاف. الله يسلم. وحلف عليا إن أنا أكون طالق يعني إذا ما مسحتش أي صور لي عندي قبل وقت معين. انا مسحتهم كلهم قبل الوقت المعين ده، لكن بعد الوقت المعين اللي هو قاله اكتشفت ان في صورتين ما اتمسحوش. ليس عليك ولا عليه اسم للسهو. طيب لو الصور بتتخزن، علشان لو انا مثلا هي انا خلاص مسحتها، لكن لو هي بتتخزن علشان لو انا مثلا يعني حبيت ان ارجعها تاني او كده. نرجع لنيته. نعم نرجع لنيته في اليمين، هل يقصد المخزنة أيضا تزال أو لا يقصد؟ وعلى أي حال إن أراد أن يتراجع يكفر كفارة يمين. السلام عليكم. يقول إنه نازل بسيارة من الكويت حديثة، احتمال يتاجر فيها ويتركها لنفسي، بس زوجتي خايفة علي جدا من الحسد وعيون الناس، هل أنزل بالسيارة وأستفيد منها فترة إجازتي وبعدين أبيعها؟
أو أنزل، لا أنزل بها خوفا من الحسد، لا، إذا كنت في حاجة إلي أنزل بها وعوز نفسك، وأدعو الله أن يبارك لك فيها، واقرأ المعوذتين على نفسك وتوكل على الله، ولا تنشغل كثيرا بالحساد، تسلح بالذكر ويحفظك ربي. معنا ومن شر الحاسد إذا حسد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ، لو انا عايزه مثلا وانا بصلي اصلي مثلا قرات الفاتحه عادي لو قراتها مره تانية بدل مثلا اي سوره تانية؟ بس ما لا توسوسي، لم يرد هذا عن النبي، اخشى ان توسوسي تقول انا ما خرجت السين لها همس والصاد لها صفير ودخل نفسك في متاهه المؤسسين. اقراي سوره اخرى، هدي محمد عليه الصلاه والسلام. ماشي يا شيخ. مع السلامة بنتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حياكم الله يا عم الشيخ مصطفى وبارك الله فيكم. وحياك وبارك فيك وسلمك وعافاك. جزاكم الله خيرا وأطال الله في عمركم ومتعكم الصحة والعافية. ولك بمثل والسمعين والسامعات. وجعل هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله. ولك بمثل. قلت أنا بس أريد أن كنت أرسلت لك بعض الرسائل على الخاص، كنت أتحدث معك في موضوع خاص بي، فالحمد لله أنا تحدثت مع حضرتك ونسألكم الدعاء وأتواصل معك إن شاء الله. شكر الله لك. بارك الله فيكم يا عم الشيخ مصطفى. في بعض الأمور البسيطة يعني تلقي الضوء على بعض تفسير ومعاني بعض آيات سورة التحريم إلى الآية رقم 6 فقط، يعني هو قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى الآية رقم 6. ما المطلوب؟ توضيح بعض المعاني فيها، يعني في بعض آيات مثل ادخل عليه يوتيوب على الموقع تجد إلى الله فقد صارت قلوبكم، يعني بعض الناس يفهمون هذه الآيات فهما خاطئا غير المعنى الصحيح المقصود. يعني أنت تسأل عن معنى قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكما؟ نعم، يعني بعض الناس يخرجون هذه الآيات عن المعنى الأصح أو المعروف. يعني جزاك الله خيرا. إن تتوب إلى الله إن تتوب إلى الله عافاك الله الحمد لله كمان معناها توب إلى الله. قل إن تأكل يعني كل، إن تتوب إلى الله فقد توب إلى الله فقد مالت قلوبكم عن الحق. صغى معنى مال، أصغيت بأذني ملت بأذني أستمع، أصغى ليتا وأمال ليتا. نعم. فالإصغاء الميل، الإصغاء الميل، فالمعنى ميل. ليس جوابا للشرط، ميل بالقلب، الميل بالقلب. اصبر بس علينا يا أخي، يا أخي لوجه الله. أفضل. إن تتوب إلى الله معناها توبى إلى الله فقد مالت قلوبكما، أي مالت قلوبكما على الحق، ليست شرطا وجواب شرط هنا، اللي بعدها هي كده. وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه، تختلف في المعنى عن إن تتوب إلى الله، توب إلى الله فقد مالت قلوبكم عن الحق، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وإن تظهر عليه، إن تتعاون على رسول الله إن الله متولي نصره والملائكة وصالح المؤمنين فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والله لا يحتاج إلى مظاهر معاون، ولكن من باب طمأنينة القلب بالأدلة الظاهرة. نعم. الله يسلمك، شكرا. ما حكم قراءة الأحاديث قراءة تجويد؟ لم يرد هذا مصطفى العمر، هذا من الفزلكات عند بعض البلاد، يرتلون الأحاديث ترتيلا، والله قال ورتل القرآن ترتيلا، ما قال رتل الأحاديث ترتيلا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان على المنبر كأنه منذر جيش يرفع صوته يقول صباحكم ومساكم، وهذا يتنافى مع أو لا يتناسب مع الترتيل، والله أعلم. جزاك الله خير أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ، لو سمحت
ارفع صوتك يا حبيبي، انت مالك مريض ولا ايه؟ انا كان عندي سؤال بعد اذنك. ارفع صوتك، انت رجل ارفع صوتك، سمع الناس سؤالك. اي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ كان عندي سؤال، معلش. بالنسبه لو حد، يعني لو في واحد اعطيته فلوس عشان يشغلها معايا، اعطيته اموال لتشغيلها، وبعد هل هو لازم يضم الفلوس دي لرأس المال وبعدين يحسبها كنسبة للأصل بحيث انه يبقى فيه نسبة ليا انا في ال... على ما تتفقان عليه، ان اختلفتما فالعرف السائد يحكمكما. يعني هو مش لازم يعمل نسبة، ممكن هو يقدر تقدير مثلا يقول انا هديك ربح نسبة. لا 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 لا، كان يقول لك هديك ربح 5% زي البنك. لا لكن بس هل هو شرط ان هو يخلي ليا نسبة انا في الشركة؟ لا، حسب ما، على حسب الاتفاق. هل يشغل اموالك في التجارة المتحركة او يشغلها في الاصول الثابتة؟ لكن هنا مسألة، الان المستثمرون كثير منهم لا يراقبون الله فيها. يعني مثلا تدت له مثلا، الان اعطيته 1,000,000 جنيه، الان يشغلها، يذهب يشتري بها اصولا ثابت، اصول ثوابت. ايوه. وبعدين في الشهر من خلال ارباح الشركه يعطيك كل شهر 2,000 3,000، في حين ان الاصل الثابت هذا اذا بيع في اخر السنه يبقى مضاعف، فيستاثر بالمضاعف لنفسه ويعطيك الفتات. انتبه، قل منهم الامناء الان. فلازم تنظر هل انت مضارب معه في الشركه ككل، لك سهم ويعطيك ربح، أم أنه يعطيك، يشغل أموالك في الأشياء المتداولة. لأن تفرق كثير جدا الآن، ناس مثلا معطي الواحد 1,000,000 جنيه شغلهم، هذا الذي أخذ 1,000,000 ذهب اشترى 3 سيارات أو سيارتين ربع نقل لأصول الشركة بالمليون، وطفق يعطي الآخر 2,000 جنيه في الشهر. بعد 6 أشهر الجنيه انخفض والسيارات ارتفعت ب3 أضعاف، فلا يعطي المستثمر نسبة من السيارات، يخدعه بالفتات الذي يعطيه له، وهذا حرام عليهم. انتبهوا للمستثمرين في هذا الباب، فكن واضح في الاتفاق معه، واضح في الاتفاق معه. كثيرون من المستثمرين يخدعون الناس بهذه الخدع الآن، هذا إن أعطوهم، ولا أكثرهم لصوص الآن، كما قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أنت فاهم كلامي ولا مش فاهم؟ بس عندي سؤال، يعني هو أنت فاهم كلامي أولا؟ أيوه أنا فاهم كلام حضرتك الحمد لله. ما السؤال؟ يعني أوقع على الحل، أنا من 2 سنين اديت الفلوس للشخص ده، وهو بعد احنا ما اتفقناش على حاجه، يعني هو غلطتي ان انا ما اتفقناش اصلا على حاجه. فانا دلوقتي جينا انا بنتفق، فهو قال لي لا انا مش هديك نسبه من الشركه، مش هضم راس المال ده يعني، انما انا هديهولك بس ك اللي هو تشغيل الاموال فقط، مش كاصل، مش كنسبه من الشركه يعني. ما هو ده بقى، هذا اللصوصيه بتكمن في هذا. بعد مرور 2 سنين وهو اشترى بها اصول ثوابت، يقول لك لا انا اعطيك من الربح اللي طالع للاشياء. المفروض يقوم الاصل الثابت، يقوم الاصل الثابت بكم يوما سنويا، بكم من الاصل الثابت يقوم في التصفيات الورعين للشركات، يقوم هذا. لكن كثير منهم كما اسلفت لك لصوص لا يتقون الله في اموال الناس. سؤال تاني معلش. الفلوس اللي انا اديتها له هو اشترى بيها بضاعه مثلا، والبضاعه دي انا سمعت حضرتك بتقول ان هو لازم يكون نطلع الزكاه كل سنه، فهل لو هو لا انت تطلع زكاتك، يعني اذا احببت تطلع زكاتك كل لا تطلع زكاتي، انا مسؤول عن زكاتي. ممكن انا عدي بالنسبه لزكاته المعروض. يا اخي الكريم، عروض التجاره يعني ولا ايه؟ في عروض التجاره. ما هو الفلوس فلوسك، التجاره تجارتك، اما انك توكله في اغراق الزكاه وتزكيها انت. شكرا. أكرر الناس فيما يتعلق بمستثمري أموال الناس، كثيرون منهم هذا الشائع الآن، هذا الشائع الآن
يأخذون أموال الناس ويشترون بها أصولا ثوابت تتضاعف الأصول الثوابت 100% أو 200% مع ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه، لكن يحاسبون الناس على الفتات على 100,000 على 100,000 في السنة، وهم كسبوا بدل 100 مثلها. فليتقوا الله في ذلك، ويلزمهم تقويم الأصول الثوابت، يلزمهم تقويم الأصول الثوابت. بارك الله فيكم. ما لم ينص على غير ذلك في العقد. السلام عليكم. نعم. انا هو انا مدرسة لغة عربية عم الشيخ، وكنت عايزة عن حاجة. انا بما اني مدرسة عربي فبدي دين كمان. نعم. انا مدرسة عربي وبدي دين كمان، دين اسلامي. انت مدرسة عربي ودين وبعد. انا ببقى قدامي في المنهج حديث كتيرة، بالصدفة عرفت ان في حديث منهم انه غير صحيح، فهل انا مكلفة ان انا لازم اتحرى عن كل الاحاديث دي؟ بما ان بس انا بدي ابتدائي واعدادي فكمية احاديث كتيرة، هل عليا وزن ان انا لما اعلم العيال علميهم قدر الاستطاعة؟ قدر الاستطاعة. هل الضعف شديد؟ عبد الرحمن شوف الاخ يقول المقطع ده يبدو انه يحتاج اليه. اذا كان الضعف شديد بيني، ضعف خفيف وفي فضائل الاعمال ممكن تتجوزي. نقصد مقطع الاستثمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمامنا المبارك الله يغفر لي ولك، تفضل. حفظك الله وكلاك ورعاك ورزقك الله العافية ولك وسلم بمثل والسمات. لدي سؤالان يا شيخان. سل. الأول، حكم ترتيل الحديث. أجبنا أن ترتيل الحديث لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني شيخنا، حكم قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء. سنده ضعيف. جزاك الله خيرا شيخنا المبارك. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن ثلاث أسئلة؟ تفضل. الأول، ما حكم سفر المرأة إلى الجامعة في محافظتنا؟ هل يجب محرم؟ في محافظتها لا يجب، السيارة يعني أظن رفقة من السيارة. تمام. السؤال الثاني، بماذا يبدأ طالب العلم بعد حفظ القرآن الكريم؟ سنة الرسول الأمين. هل ترشح كتابا معين؟ إذا كنت قويا فاقرأ في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. تمام. السؤال الثالث، سمعت شيء عالم من علماء الإسلام يعني يقول لا يجوز الصلاة على النبي بهذه الصيغة، اللهم صل على سيدنا محمد. كلها صيغ متحملة والحمد لله الشرع يجوزها يعني. يجوز يعني؟ ممتثل ما يعني الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم مزكين بها وصل عليه. فكان عبد الله ابن أبي أوفى يقول أتى أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقته فأخذها وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذا قلت اللهم صل على محمد نفس الشيء. أعتقد أن الإشكالية كانت بالنسبة له كلمة سيدنا بس. لا، حتى سيدنا الرسول سيدنا صلوات ربي وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. ليه. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا كلام في ليس في التشهد، الكلام مطلق. تفضل يا أختي. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله أنا بخير. معلش أنا عندي أكثر من سؤال يا عم الشيخ. سالي. في حديث بيقول من استنى سنتك حتى لا تنسى له أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم الدين. الحديث دوت حديث صحيح؟ من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. طيب إيه معنى السنة هنا يعني؟ لا، هو مش اختراع، ليست بدعة، شيء الناس غفلوا عنه فأحياه. صدقة، الناس غفلوا عن الصدقة فأنا بدأت بالصدقة تابعاني الناس، كما ورد في سياق هذا الحديث. سبب هذا الحديث هو هذا، أتى النبي عليه الصلاة والسلام قوم من غطفان مجتابي النمور
فنظر إليهم النبي فرأى ما على وجوههم من الفقر والفاقة فتلا الآيات: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وآية اتقوا الله لتنظر نفس ما قدمت لغد. فجاء شخص بصرة مليء مال فوضع أمام النبي وتابعه الناس، فقال النبي: من سن في الإسلام سنة حسنة. بارك الله فيك، إلى آخره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم مصطفى، بارك الله فيك يا دي. حضرتك أنا كنت عن سؤال، كنت طفلة صغيرة ولقيت قدام باب بيتي خاتم ذهب، فأنا طبعا ما كنتش ساعتها أعرف أحكام اللقطة، فكنت عايزة أعرف، أنا ذاتي كبرت فأنا شكر ذاتي إن هو كان حد من الجيران، بتاع حد من الجيران، فأنا حكمي إيه؟ أنا ساعتها طبعا بعته، كان بالرخيص قوي، كان حاجة 70 جنيه، فأنا من قيمة كام سنة برضو تصدقت باللي أنا بعته، فتصدقت دي بنية للي فقده يعني. بعد كم سنة؟ بعد كم سنة من وجدانه؟ كتير كتير. طب انت معاك؟ انا كنت طفلة، كنت طفلة صغيرة، بس انا لما انت معاك فلوس الان؟ نعم؟ معاك فلوس؟ يعني بس مش كتير يعني، انا تقدري قوي يعني. عفوا، قد قوي. ها تعرفي اصحاب الخاتم؟ نعم؟ تعرفي اصحاب الخاتم؟ انا شكة، شكة في حد من الجيران يعني، انا دلوقتي ملزمه ان انا مثلا اروح اسال وكده، وحتى لو رحت انا ملزمه ان انا اسد بثمن دلوقتي ولا اسد بثمن. بقى كم سنه الكلام ده؟ بقى كم سنه؟ انا كنت صغير، انا دلوقتي حضرتك عام 37، ساعتها كان عندي حوالي 10 سنين يعني، كلام من 27 سنه. 37. ايوه، كان عندك 10 سنين. يبقى كان عندي 10 سنين، يعني من 20 سنة فاتت هذه المسألة. أنا ما كنتش أعرف أحكام نقطة كده، ما كنتش أعرف. أنا حضرتك لو رحت زي ما قلت لك، أنا صدقت زي ما قلت لحضرتك، أنا دلوقتي ملزمة. لا يا أختي، صدقتي ليه؟ ما اصبري بس، أنت هاتي تكلم على كيفك. صدقتي بعدها من سنتين ثلاثة ب 70 جنيه، وكان يساوي الآن 7000 جنيه على الأقل. فأنا أسألك سؤال، إن كنت تعرفي أصحابه متيقنة منهم، روح استسمحيهم او ردي اليهم المبلغ بس. سلامتك. بتقول صدقت ب 70 جنيه بعد 20 سنه بقيمه الخاتم، كلام لا يعقل يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب، كيف الحال؟ الحمد لله، تفضل. سامح لي بس سؤالين يا شيخ. صحة حديث اذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ضعيف. نعم. الحديث الثاني: رصوا الصفوف وقاربوا بينها وحازوا بالأعناق، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يبكي. في سندي إضاف كذلك. نعم، جزاك الله خيرا إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك يا شيخ، بس عندي سؤالين. مسألة رضاع الكبير، لا تحرم حكم الدروس الخصوصية المختلطة. لا يعني يعني واحد مثلا بيدي مجاميع أولاد أو مجاميع بنات. لا، ما هو مجاميع أولاد بنين لوحدهم تختلف، على البنين مع البنات على كراسي واحدة تختلف. تمام. طب لو المدرس نفسه، يعني المدرس نفسه راجل وهم بيدرس بنات، الخلوة منتفية، فإذا كان مضطرا يغض بصره. تمام ماشي. طب السلام عليكم. إذا كان مضطرا يغض بصره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أربع أسئلة بس سريع إن شاء الله أقولهم. خير. المسجد اللي إحنا بنصلوا فيه. بنصلوا، لماذا بنصلوا؟ نصلي. المسجد الذي نصلي فيه. الذي نصلي فيه. أي. بنشحنوه بكارت كهرباء للنور. ماشي. التكييفات اللي هي بتاعت المسجد عاوزين ياخدوا سلك التكييف من ورا العداد. لا استطيع ان افتي بالسرقه. يعني ايه سرقه؟ هل تتوقع ان انا افتي بسرقه الكهرباء؟ لا خلاص كده السؤال الاول وصل خلاص. ماشي. ينفع البنك يشتري لي شقه باسمه وانا اشتريها منه؟ لا. لا، هذا ربا. هذا ربا.
سؤالي الثالث يا شيخ، اخويا مسافر الحج ان شاء الله الايام الجايه وهيخش غير محرم، ايه اللي عليه؟ هيلبي من الميقات بملابسه؟ هيلبي من الميقات يطعم 6 مساكين او يذبح شاة او يصوم 3 ايام للبسه المخيط. يعني اي حاجه من الثلاثه تغني ان شاء الله. السؤال اخر سؤال يا شيخ، عاوز اقوى حاجه تنصحني بها للعلاج من الحسد. المعوذتان مع قل هو الله احد. اقرا قل هو الله احد والفلق والناس وامسح اي عفريت ان شاء الله يا رب منك باذن الله. ماشي، جزاك الله كل خير يا شيخ. اي حاسد الله يكرمك، ما سال سائل بمثلهما ولا تعود متعود بمثلهما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان استفسار شيخنا، على كانت في متصله بتتصل بحضرتك على الطلاق المعلق على شرط. فحضرتك اجبت بانها تكفر كفاره لان اذا حدث الشرط او قبل ما يحدث الشرط. لا هي ما يعني يعني يا شيخ، لو قال لو فعلت كذا تكوني طالق، وهو كان قصده التهديد وفعلت يكفر عن يمين هذا، لكن لا تحسب طلقة. مسألة خلاف بين العلماء. مسألة واختار أنها لا تحسب طلقة، يعني لا تحسب طلقة. نعم الله يسلمك. مختلف يا شيخ على لفظ علي الطلاق يعني، ولا الاثنين واحد؟ الاثنين واحد. الله يحفظك يا شيخ، يعني كده لا تحسب. الحمد لله. هذا الغالب من أحوال المصريين التهديد، أنهم بالتهديد، فنبني على الغالب. شكرا، بارك الله فيك يا دكتور عمرو بن عبد الهادي، سددك الله وأجر الله وشفاء لإيديك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز تفضل. 3 أسئلة. سل الأول. الأول مش أفضل. الأول ما تكسرش الأول. الأول هو الأول والآخر. الأول والآخر ماشي. أضحية بنية الجمع ما بين صدقة وبين أضحية، تتمثل في بقرة أو في ماذا؟ بقرة يعني، اثنين هيدخلوا سبع وسبع والباقي هيكونوا مثلا 10 يدخلوا وهم داخلين بنية صدقة مش أضحية. ما في مشكلة. السؤال الثاني، دلوقتي أنا دخلت الجماعة في المسجد، هم في الركعة الثانية وأنا في الركعة الأولى، فبالنسبة لي في الركعة الثانية هو بيقرأ الثانية ليا اللي هي الثالثة لي، بيقرأ الفاتحة بس. أنا أقرأ الفاتحة وأعجل مثلا أقرأ سورة قصيرة، ولا خلاص أقتصر على الفاتحة؟ أقتصر على الفاتحة ما في مشكلة. طيب السؤال الثالث، أم مريضة لصديق، الدكتور أوصى إنها لازم تروح المستشفى، لما بيجي ينزلها عشان يوديها المستشفى بتدعي عليه وبتنهاره وبتقول له أنت غير بار بيا وعاق وكده. لا ما عليه مشكلة من دعائها. الله يعلم المفسد من المصلح. متشكر يا مولانا، متشكر. الله يكرمك. أسأل ما تفسير الطيبين للطيبات، الطيبون للطيبات؟ فيها قولان. الأول، الكلمات الطيبة مصدرها الطيبون، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة، وكل كلمة طيبة في الغالب منبعها طيب، والكلمة الخبيثة منبعها خبيث. والوجه الثاني أن الصالحة تختار رجلا صالحا. نعم قد لا توفق في الاختيار، لكن هذا التأصيل والله أعلم. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا،
وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد إيمانا لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اجعل يا ربي في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا واسلل سخائم قلوبنا وأخلصنا ويانا يا رب. اللهم اجعل في قلوبنا نورا دائما وأبدا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الفواضل يا ذا المعارج ارفع درجاتنا في عليين واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.